والله العظيم كفو برنامج واقع الحمد لله. جرح يا اخت لو سمحت تقل خيمه اقعد هنا ركزوا معي. انا جايب هديه. لا عاد خلاص علي علي مصلط اليوم كله مفاجات. مشاري على طول المشاري ما في ترقب. والهديه هذه تلامس شعوره. الله احسنت وزنك ملعب تلامس شعوره دغدغ البنكرياس. وبقدم لها الهديه بس شرط يعلمنا سبب غلا لهذا الشيء. متفقين؟ وش طيب؟ أبيك تشرح لنا سبب غلاك لهذا الشيء. استاهل الله. طيب أول شيء الله يجزاك خير ولا يهينك ولا تفا. السبع هذه غالية عندي مرة يعني من غلا الشخص راعيها وبس ما أقدر أكمل أكثر من كذا. طيب بس سبع دبجاتك إيه؟ من ذيك الأيام بس ما عندي شيء. تعال 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 ما عندي شيء ثاني والله ما عندي شيء ثاني. طيب والشخص بتعلمنا ولا ما اقدر والله حقك. خلينا اذكره بشيء يا مشاري. ابد 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 خلني الحال شوي امور طيبه. ما عليك تعال امور طيبه يا ربع. مو قاعد ابكي انا دارك احنا بنسال بيك. لا تروح الله يبيض وجهك. امور طيبه. انا قاعد ابتسم والله. الامور طيبه خلاص. ترى جبناها لك سعادة لك يا حبيبي. والله تستاهل. ما نبي نشوف دمعتك يا بعد راسي والله. الله يسعد قلبك حبيبي. والله تستاهل. الله يسعد قلبك. الله لا يهينك. انقطعت وحنا نحاول نصلحها وما قصروا اللي صلحوها. جزاهم الله خير. وجبناها لسعادتك. الله يسعدك يا حبيبي. ما نبي نشوف دمعه. نبي نشوف ابتسامة. لا امور طيبة. ما عليك امور طيبة. يسعدك. اسفل ابو عمر اسفل. حبيبي والله اسفل. اسهل. اي والله اسفل. شو بساعدك؟ يا لب قلبك في قلبك يا حبيبي. امور طيبة يا حبيبي. الله يسعدك. طيب انا اول ما حبيت كمل. يا رب قلبك يا حبيبي. الله يسعدك. امور طيبه يا عيال. ما عليكم. امور طيبه. امور طيبه. امور طيبه. انا امور طيبه. مالك اولادنا اولادنا هذا يقعد سوى مشكله اليوم. شلونك؟ بشرك الحمد لله. نعم انت؟ طيب لابس اصفر. أنا تقل ما اعرف شو الموضوع. ما عليك. امور طيبه. امور طيبه. لا تروح. تعال بسولف يا عمر مشاري. كلنا بنروح يا حبيبي. يلا نروح كلنا. تقل خيمه كلنا نروح.